ريفات حالك. أنا أسفة بجد أسفة والله. إحنا كل واحد فينا لازم يهدى ويقعد مع نفسه ويفكر. أنت اللي محتاجة تفكري. أنت بقيت عصبية يا إنجي ولازم تراجع طريقتك معايا ومع الولاد. صح، أنا لازم أهدى وأفكر، وأنت كمان فرصة تقعد مع الولاد. طبعا عندي فكرة، إيه رأيك تاخد الولاد وتروح السخنة؟ فرصة تقعدوا مع بعض. ويا سيدي أنا مش هروح معاكم عشان الولاد ما يحسوش إن أنا خدتك منهم. تريح أعصابك وأنا كمان أريح أعصابي. بس أنا عندي عقد في الشغل لازم أمضيه، يفرق معايا أوي. إمتى؟ النهاردة هروح وأوريهم العينات وكده وأستنى يردوا عليه. ظبط مع الولاد، أول ما تخلص عدي عليهم وكون شنطهم جاهزة وتروح السخنة. هتتبسطوا قوي وأنا هستناك هنا يا حبيبي. إيه رأيك؟ روح دلوقتي على الجنينة وهعمل لك أحلى قهوة. ايه بقى يا استاذ انعام؟ ده انا قلت هتكلميني وتقولي لي ان في جديد. معلش والله كنت مشغوله على اخري ومزنوقه، بس هبشرك بالخير، المسؤول عن الشغل بتاعك خلاص بقى موجود. ايه ده استاذ نصر رجع؟ لا استاذ نصر ايه؟ استاذ نصر سافر يشتغل بره وبعنا. في اللي احسن من الاستاذ نصر 100 مره، اربعه بالاستاذ نصر، الاستاذه ياسمين. اه طب كويس، يعني معناها انها تنجزنا ان شاء الله. تنجزك ايه يا استاذ؟ دي شاطره قوي. ده انت حضرتك لما تقول لك اي ملحوظه عن المنتج بتاعها من فضلك اسمعها، لانها شاطره وبتفهم في شغلها كويس، ولما تورد المنتج هتقول لك على افكار حلوه قوي هتفيدك والله. انت كده حمستيني ان اشوفها، بس انا عايز من حضرتك حاجه توصيها علينا ان احنا ما نتركنش عشان كفايه اللي قعدنا. بص حضرتك، انت هتخرج من عندي هنا هتروح على المكتب اللي على اليمين هتلاقيه، وانا هكلمها لحضرتك. شكرا جدا، ربنا يخلي حضرتك، والله يعني جميلك على راسي من فوق. صباح الخير يا ياسمين، بقولك ايه؟ في عميل هيجيلك دلوقتي تخلصي له شغله بعد اذنك، لان شغله متاخر عندنا من قبل ما تيجي. ياسمين خلي بالك. اتفضل سعادتك. شكرا، شكرا والله. الله يخليك. السلام عليكم. نورتنا. ان شاء الله بالخير. ادخل. مدام ياسمين. ايوه. في حد بره من الموردين عايز حضرتك. خليه يتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل. تحت امرك. ايه اللي متأخر عندك؟ تشرب ايه؟ مية. وايه مع المية؟ عندنا كل حاجة. اي حاجة. ايوه يا محمد، عايزين مية وقهوة مظبوط بن غامق، والقهوة بتاعتي من فضلك. شكرا. خير؟ تبعتوا عينات ولا لسه؟ لا لسه. ياسمين. نعم. قصدي يا مدام ياسمين، اسف انا كنت فاكرك لوحدك. يعني ايه فاكرني لوحدي؟ عايز ايه يا استاذ حسين؟ انا جاي اعتذر لك عن اللي حصل الصبح، وعلشان ما تفهمنيش غلط، وكمان انا عايز اقول لك مبروك. الله يبارك فيك، بس كان ممكن تبارك لي بعد مواعيد الشغل الرسميه عشان ما نضيعش وقت. اسف اسف يا استاذ. استاذ حسين، وانت جاي لي المكتب تبقى تخبط على الباب الاول. طبعا طبعا انا اسف. اتفضل. اسف. اتغيرت قوي يا ياسمين. عادي. مبروك على الشغل. الله يبارك فيك. شوف يا استاذ رفعت، مبدئيا حضرتك لازم تبعت العينات الاول، وبعد كده تبعت على الايميل السجل التجاري والبطاقه الضريبيه، ويا ريت لو في اي شهاده للمنتج، ده هيقوي موقفك كمورد، وانا هرد عليك في اسرع وقت.
هو انت هتحضري المناقشه بتاعت مشروع التخرج بتاع ملك؟ اكيد طبعا، ايه اللي هيخليني ما احضرهاش يعني؟ لا ابدا، بس جت في بالي يعني. وممكن المره الجايه ما تتعبش نفسك وابعت اي مندوب بالعينات، بس يا ريت قبل الساعه 5. انا كنت هاخد الولاد ونقعد يومين في السخنه، فكنت استاذ رفعت انا عندي ميتنج بعدك على طول، لو في اي حاجه عايز تتكلم فيها في الشغل انا تحت امرك. هو انا ممكن ابعت الورق برضو مع مندوب؟ لا، حضرتك هتبعت لي ايميل الاول وانا هبرد عليك. ده الكارت بتاعي في الايميل. شرفت. يا نور، عملت ايه في اللي قلتولك امبارح؟ ما عملتش حاجة. يعني ايه ما عملتيش حاجة؟ امال هتتصرفي امتى؟ مش هعرف اتصرف في اللي انت بتقول عليه. يعني ايه يا نور؟ انت عايزة تقنعيني ان مرات ابوكي ما عندهاش ذهب وشايلاه في البيت؟ لا طبعا مش هينفع اعمل كده، هتحصل مشكلة كبيرة. وبعدين هي اسم متخانقة معانا، وانا ما اعرفش بتحط حاجاتها فين. طب ما تدوري يا نور. بقولك مش هينفع. طب قولي، انا عايز اشوفك. وانا مش عايزة اشوفك. مش بمزاجك على فكرة، وبعدين من هنا ورايح كل حاجة أقولك عليها لازم تسمعيها، ولو ما سمعتيش كلامي انت عارفة أنا ممكن أعمل إيه. طب أنا مش هينفع أنزل خالص الفترة دي، مش هينفع أخرج، وبعدين أصلاً إحنا مسافرين السخنة. مسافرين؟ إمتى؟ وهتقعدوا قد إيه؟ هنسافر بكرة، ومعرفش هنقعد قد إيه. طب بقولك إيه؟ أول ما ترجعي من السفر تعدي عليا في البيت، ونقعد نفكر بقى انا وانتي ونشوف موضوع الفلوس ده هنجيبه ازاي. دينور، ايوه يا حبيبتي، انت كمان وحشتيني. بس خير يعني؟ في ايه؟ انت مكلماني عشان كده؟ لا انا مش مسافر معاكم. طب ما هو الوحش حد بيشوفه؟ انا عند ماما. لا لا، بقولك مش عارف تيجي لوحدك، فايه انا هبعتلك لوكيشن كده تعليلي عليه وانا هباخدك منه. طيب يا حبيبتي، ماشي، يلا باي باي. هي نور جاية؟ بتتكلم بجد؟ طب بقولك ايه، انا هنزل اشتري كده شوية طلبات عشان اعمل لها اكل. يا بس بالراحة، في ايه؟ وبعدين انت عارفة نور اصلا مالهاش في اكل البيت. لا بس اكيد وحشها اكل، وهي بتحب الحمام. حمام ايه يا ماما دلوقتي؟ والله عندك حق.